بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. كان في واحده ست كلمتني مره في البرنامج وقالت لي ان جوزها ما بيصومش رمضان، وان هي صدمت من ان في ناس يعني شحوطه كده طول بعرض وصحه ويعني بيفطروا رمضان. يعني مش انكارا منه لربنا ولا للاسلام ولا رمضان مثلا، لا هو الحقيقه معترف ومقر بكل ده، بس اهو يعني نطاعه كده والسلام مش هصوم. المهم ان هي ايه رمت طوبته وعاشت بقى هي تصوم وتصلي وتعيش القصه الطبيعيه. بس لما اولادها بداوا يكبروا وبدات تعودهم زي ما تعودت في بيت اهلها على الصيام، بقى السؤال اللي كل يوم بيسالوه: طب وهو بابا مش بيصوم ليه؟ وشمعنا عاوزانا احنا نصوم واحنا صغيرين وبابا كبير اهو ومش بيصوم خالص؟ والمجهود اللي خدته في تعودهم على الصيام بقى مجهود مضاعف مش مجهود ام في ظروف عاديه. انا طبعا يعني الحمد لله حسنت بالنعمة اللي احنا كبرنا وتربينا فيها، واللي كلنا معظم حتى الناس اللي بتتفرج علي كلنا كبرنا وتربينا وولادنا الحمد لله بيتربوا فيها، وهي نعمة انه البيت والعيلة والبيئة اللي من حوالينا تبقى كلها مؤمنة الإيمان الطبيعي السوي وعايشين كلهم بنفس المسلمات. ولا تتخيلوا كم الصعوبة والصراع اللي ممكن تعيشه أي أم في تربية ولادها لو حد من عيلتها وبالذات بقى جوزها وابو ولادها مش واخد الصوم والصلاه من اساسيات ومسلمات حياته. احنا النهارده عاوزين طريقه سهله ولطيفه ما فيهاش اي نوع من انواع الضغط عشان نعود ولادنا على الصيام وعلى الصلاه من وهم صغيرين. فكره انك تخلي العبادات في حياتهم كده زي الاكل والشرب واللعب والتلفزيون حاجه اساسيه من الاساسيات اللي بتتعمل كل يوم، وازاي ما تبقاش تقيلة عليهم وازاي ما يكسلوش ويقوموا بالعافية عشان يعملوها. لانه كان في مرة حد برضو حكالي انه بابا من كتر ما كان يعني بيشد وبيضغط عليه انه يقوم يصلي فبقى يقوم يتوضى ويفرد السجادة قدامه ويقف ويعمل نفسه بيصلي وهو ما بيصليش، يعني يعمل كل حاجة بس ما يصليش برضو. قال كنت بعند معاه لانه كان بيضربه وبيضغط وبيزعق وكده. طيب احنا طبعا مش عاوزين نوصلهم للمرحلة دي، وعاوزينهم يحبوا العبادات ويعملوها وهم مش زهقانين منها ولو هم مضغوط عليهم. ازاي نوصل معاهم للمرحلة دي؟ هنسأل دكتور إيهاب عيد اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال. كمان أرقام الرسائل موجودة قدام حضراتكم على الشاشة 91236، حضراتكم تقدروا تبعتوا SMS وإن شاء الله نرد على كل أسئلتكم. فاصل ونعود.